طول انتظار حول مطالب قرى آل الأعلى بمركز البشائر بفتح طريق مباشر لقريتهم وتلبية احتياجاتهم الخدمية من حماية للطرق الداخلية وإنارة وأرصفة وتصريف للسيول، إلا أن الرد كان بالرفض والاعتذار بأعذار غير مقبولة لدى الأهالي. ذكر في الرد بأن الطريق المقترح من الأهالي هو طريق يشكل 80% من الغابات وأن هناك طريقا مقارب له. فريق الإخبارية زار الموقع ورصد الحقائق واتضح أن الطريق لا يشكل النسبة المذكورة وأنه طريق شبه نافذ وأن الطريق المقارب له يتقاربان في بداية الطريق ولكن في نهاية الطريق ينحرف لقرية أخرى ويبعد عن نهاية الطريق قرابة الكيلو ونصف. وتم وعدنا شفهيا بفتح هذا الطريق وأقروا جميعا بأهمية هذا الطريق، ولكن تفاجأنا أن هذه الوعود تغيرت وتم رفع تقرير من قبل وحدة زراعة البشائر أن هذا الطريق يشكل نسبة 80%، وهذا الأمر غير صحيح وغير منطقي لأن الطريق المقدم عليه من قبل الأهالي مفتوح بنسبة 80% ويحتاج فقط إلى تسوية. معاناة الأهالي من ارتفاع الأسعار لوصول الخدمات إليهم بنسبة لا تقل عن 30% عن نظيراتها في المحافظة، صعوبة وصول السيارات ذات الوزن الثقيل مثل صهاريج المياه وخدمات البناء وغيرها لقريتهم جعلت من معاناتهم تتضاعف ولا حلول من الجهات المعنية. وين ودي موية الآن؟ خلالة. كم ودي على الأعلى؟ 130 ريال. كم ودي قرية ثاني؟ ثاني قرية ودي 100 ريال. ليش على الأعلى زيادة؟ يا شيخ لا طريق ما في كويس، هذا فرام المشكلة سيارة. لقناة الإخبارية عثمان مرشد، البشائر.